إن أبو العينين كتب بوست تهنئة للفريق على حسابه الشخصي على الفيسبوك، قال فيه ألف مبروك لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا وجهازهم الفني والإداري بقيادة الكابتن أيمن رمادي على الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الثانية على التوالي. سعدت بالمستوى المتميز للفريق على مدار البطولة والأداء القوي والروح العالية في النهائي أمام طلائع الجيش. ألف مبروك لكل محبي ومشجعي نادي سيراميكا كليوباترا على هذا الإنجاز والحفاظ على اللقب، وكل التوفيق لفريقنا في بطولة السوبر المصري في الإمارات، وكل التقدير والاحترام للاعبي طلائع الجيش وجهازهم الفني على الأداء المشرف في مباراة قوية تليق بنهائي كأس الرابطة، وتمنياتي بالتوفيق الدائم للكرة المصرية. خليني أقول